135 25 بكام دي؟ خد يا باشا ابو 250 ده احنا ب 130 يخرب بيت الخساره. هو السوق صح السوق عدم الغلبان عدم الغلبان السوق 100 جنيه الاربعة ثمن طبعين صغيرين 25 يعني؟ ب 25 ربنا يقعد لك المنصه زي دي. حاجة محترمة أنا بس أنا مسؤولين. ده بكام ده؟ 85 أهو 85 جنيه. أنا مش مشكلة بعت بكام هنا؟ 150 125 بكام الكنبة دي؟ بكام الكنبة؟ بكام الكوتشي اللي ورا ده؟ 110 يلا بعاد لا مش هفك تاني والله لما خلص ما افك ب10 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 ازيكم يا حلوين عاملين ايه وجولتنا المعتادة النهاردة ان شاء الله في سوق الخميس وزي ما احنا متعودين كده بنبتدي جولتنا من الميدان نفسه. احنا هنا في ميدان المطرية قدام مسجد الميدان وفي برضو عيادات كده اسمها عيادات ميدان المطرية. تمام تمام الفرشات بتبدأ من هنا. عايزة بس اول حاجة اقول لكم الناس اللي هتيجي بالمترو عشان دايما بتسألوني السؤال ده اللي هيجي بالمترو يا جماعة هيركب خط المرجة حلوان ينزل محطة مترو حلمية الزيتون دي اقرب محطة مترو للسوق مش محطة المطرية. وهتركبي توك توك صغير كده من المحطة يجيبك هنا عند الميدان او تقدري يجيبك هناك عند مستشفى المطرية. السوق لافف من الميدان ومحوط كده مستشفى المطرية لحد الناحية التانية عند المساكن. فأي طريق انت هتنزلي منه بس يفضل انت تنزلي من هنا. السوق من هنا حلو قوي وبادئ من اول الميدان زي ما قلتلكم. الكروكسات دي كلها ب65 جنيه. في جوه هنقابل كروكسات ب35 جنيه. ما تستعجلوش الشباشب دي من اول 15 جنيه موجودة في السوق وكل خامة على حسب سعرها او يعني مثلا دي عشان خامات عالية شوية فعشان كده سعرهم 65 سواء الصغير او الكبير. طبعا احنا عارفين اصلا ان في كروكسات دلوقتي على العربيات اللي في الشارع ب95 جنيه. تمام فالى حد ما برضو السعر هنا كويس لكن عايز اقولكم ان لسه في ارخص جوه في ب35 جنيه. ده المسجد تمام كده ده مسجد الميدان عشان برضو تبقوا انتوا عارفين ان احنا هنا بننزل عند المسجد. كمان حلاوة المولد دي لسه لحد دلوقتي بتتباع ب80 جنيه. تمام كله يعني اي حاجة انت بتشكليها وبتوزنيها ب80 جنيه. اكياس البونبوني والطوفي دي ب5 جنيه الكيس ب5 جنيه. في اكياس فيها ويفرز كده ب10 جنيه برضو. تمام كل ده احنا لسه ايه قدام كشري العدوي لسه ما دخلناش اصلا عند السوق. السوق بيبدا من عند الموقف الجديد ولكن الفروشات اللي في الاول دي عايزه اقول لكم بيبقى حلو قوي. في فرشه هنوقف عليها عليها شويه سويت شيرتات هي لسه اصلا مش في السوق يعني احنا اصلا ما دخلناش السوق. تمام الراجل ده معاه سويت شيرتات برده الواحد ب160 جنيه ماشي ومعاه شراويل في ب100 وفي ب130 على حسب برده الخامات. زي ما قلت لكم احنا هنا لسه في الاول. الست دي بتبقى قاعده في نفس المكان هنا على طول معاها الصواني دي ب160 جنيه اللي هي السودا دي معاها التصاد دي ب180 وفي ب200 وفي ب250 اللي هي الوك الكبيره. تمام تمام اسعارها متفاوته واسعارها كويسه جدا والخامات معاها حلوه قوي. ست كبيره ربنا يرزقها يا رب ودايما قاعده في المكان ده. فلو عجبكم حاجه من عندها واشتريتوا منها هتكسبوا ثواب وفي نفس الوقت هتكسبوا ان الحاجه بتاعتها حلوه وخامتها حلوه. دول الكولونات الشتوي ب25 جنيه. وعندنا الراجل ده بيبيع الترنج ده ب130 جنيه. الترنجات دي خامتها حلوه قوي على فكره اللي هي البناتي اللي في ايده دول خامتهم حلوه من الخامات النظيفه. عايزه اقول لكم كمان ان هو معاه سويت شيرتات الكحلي وفي واحد اصفر واورنج كده خامتهم تحفه تحفه من السويت شيرتات الغاليه النظيفه القطن قطن 100% بيبيعه ب85 جنيه. يعني يا ريتو كان مقاس حد عندي كنت خدته ولا جاي مقاس العيال ولا جاي مقاس حد كبير اللي هو ايه المحيرات كده. تمام بس بصراحه خامته جميله جدا.
والكحليات برضو، بس بصراحة الملونات خامتهم احلى من الكحلي للأمانة. الكحلي عارفين الخامة الميلتون اللي هي خشنة سيكا دي، هي دي، لكن الجري والأورنج والأصفر لا، خامتهم كلهم حلوين. فبصراحة يعني عارفين هم مقاس ايه بالظبط؟ مقاس كده لارج، مقاس لارج بالظبط، هم مقاس لارج. زي ما قلت لكم الترنجات اللي في ايده دي ب130 جنيه، سعرها حلو جدا، خامتها حلوة قوي قوي، يعني الميلتون بتاعها نضيف برضو، عشان برضو تبقوا انتوا عارفين. زي ما قلت لكم برضو هنا في برضو ايه شوية فروشات كده قبل ما ندخل السوق. الراجل ده بيبيع اي سويت شيرت ب100 مع 3 اسعار. معاه السويتات الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي ب100 جنيه، تمام. في منها 3 الوان، الاورنج والاسود والزيتي. اهو بصوا ما شاء الله المقاس اللي في ايده قد ايه، ده ب100 جنيه. انا سايبه لكم مقاطع من دي والبياعين بيقولوا الاسعار بره، تمام، زي ما احنا متعودين. بصوا ده كان فيه ديفو، الاسود ده كان فيه ديفو زي ما انتم شايفين، حلو كل حاجه الا بقى ان في حته كده فاتحه فيه، يعني الاسود بتاعها فاتح فده بايظ اصلا. في كمان مع دول مع حاجات كتير بصراحه ومختلفه، زي ما قلت لكم بيبيع اي واحد من دول ب100. في كومه تانية ب75 اللي هي المقاسات الصغيره بتاعت الاطفال يعني ب75، وفي كومه في النص ب35 جنيه، تيشرتات بنص كم صيفي، تمام. فزي ما قلت لكم كده، طول ما انتم ماشيين ادخلوا من الميدان هيعجبكم حاجات حلوه كتير في الميدان الاول قبل ما تدخلوا السوق. يعني قبل ما تدخلوا السوق كده بصوا الاول في الفروشات اللي بره دي، اسعارهم رخيصه بشكل يعني ما شفتش قبل كده بصراحه. سويت شيرت رجالي بالشكل ده ب100 جنيه، فسعره لقطه. الخامه بتاعته ميلتون وليه وبره من جوه كمان، تمام. برضو الاسود ده هو حلو كل حاجه، بس برضو لقيت فيه ديفوف الكتف كده، بصوا من هنا كده، ايوه الحته اللي فوق دي، فبس كان تحفه بصراحه برضو. ماشي، فيعني دوروا زي ما قلت لكم، قلبوا. الاورنج حلو قوي قوي كمان، بصوا ما شاء الله المقاسات عنده حلوه قوي، يعني مقاسات مرحرحه. عايز اقول لكم اللي في ايده ده اكس لارج، تمام. في الغالب هو اوفر سايز، يعني دي التيشيرتات اللي بقول لكم عليها الثلاثه ب100. في منها الوان كتير قوي، ابيض اسود جراي زهري كل الالوان. قطن شويه بس خفاف قوي، يعني حتى الصيفي الخفيف قوي، فاهمين؟ يعني ما ينفع، عشان كده هما بيصفوهم لان هما صيفي، حتى مش اللي هو ينفع تحت جاكيت او كده، لا خفيف جدا. فبرضو قلت اوريهم لكم، بس الابيض منه تقيل، الابيض منه اللي هو عليه اديداس ده تقيل. في كمان البخور، في دول ب15 جنيه، اي واحد من اللكلوكات دول ب15 جنيه. حتى الراجل اكيد كان بينادي في الاول، ما اعرفش انتوا سامعينه ولا لا. لما صلى على سيدنا محمد، مش عارفه انا لما بصحى من النوم بيبقى تركيزي قليل جدا، يعني هتلاقوني كل شويه عشان انا مش مجمعه، بس هعمل ايه، ما لحقتش امنتجه لكم بالليل، فقلت امنتجه الصبح ان شاء الله وانزله لكم ان شاء الله برضو النهارده. عايزه اقول لكم دي الشوزات اللي سالتوني عليها في الكومنتات، عايزين رقم الست. لا هي بتبقى قاعده كده في اول السوق قدام الموقف بالملي، لو انتوا لاحظتوا الست اهي، وادي الموقف العربيات طالعه منه على دخله السوق بالظبط، دايما بتبقى قاعده بتبيع شوزات ب35 جنيه، والراجل اللي جنبها بيبيع شنط ب50 جنيه، تمام تمام. عندنا بقى ايه تاني يا حلوين؟ هنخش بقى السوق من هنا. السوق من هنا بدايته كده، اولا موضوع عربيات الرنجه اللي بتبيع ب50 جنيه دي، عايزه اقول لكم انها كانت مغرقه السوق حرفيا، معرفش ازاي نزلت ل50 جنيه. انتوا عارفين انها في السوبر ماركتات وصلت ل140 جنيه، يعني الرنجه ب140 جنيه حرفيا في السوبر ماركت وفي كل حته، الناس كلها بلا استثناء طبعا اشترت منها لانها ب65 جنيه. يعني ب50 جنيه ايه ده، يعني تقريبا بتلت الثمن. انا بصراحه ما اشتريتش، ما جربتش، بخاف يعني، بخاف اجيبها من مكان ما يكونش مضمون، مع ان كان في عربيات ثلاجات كتير قوي بتبيع، بس بصراحه ما جربتش. لو حد فيكم جرب وعجبته يقول في الكومنتات عشان ابقى عارفه هي حلوه ولا ايه. الصينيه الميلامين دي ب65 جنيه، سعرها تحفه لانها تقيله، تقيله جدا وشكلها حلو، مختلفه عجبتني. في كمان عنده اللهم صل على سيدنا محمد بتاع الاكل ده، اسمه ايه، العمود الاستلس ده، عايزه اقول لكم ان انا سمعت فيه سعر صدمني. ليه بقى؟ اولا الاطباق دي الطبق ب25، هم 4 ب100، تمام. سايبه لكم برده مقطع بصوته بره. ليه عمود الاستلس ده، عمود الحفاظات ده صدمني؟ لاني كنت شفته في الوكاله ب150 جنيه،
وقلت لي في الكومنتات لا ده ب 100 جنيه جديد ومش عارف ايه، وانا معرفش هو استلس من جوه ومن بره زي ما انتم شايفينه كده ملون. فلما سمعت السعر قلت يا نهار ابيض، على كده كان في الوكاله ببلاش، هو كان مع ام يوسف كان معاه كام واحد فيهم تخبيطات كده، فيعني الست نقت احلى واحد وخدته ب 150، فانا قلت لها خديه ده لقطه. الراجل النهارده قال ده ب 280 جنيه، فمش عارفه انتوا ازاي كنتوا بتقولوا لي في الكومنتات ان هو ب 100 جنيه جديد في المحلات، ده غير ان هو مش منطقي ان يكون ب 100 جنيه اربع حافظات بالعمود بتاعهم استانلس صافي وبالتقل ده وبالحجم ده، انه ازاي يبقى ب 100 جنيه وانا اصدق ده. العلب البلاستيك النهارده الاربعه ب 100، الاربعه مع بعض بلاستيك ب 100، فازاي استانلس هيبقى ب 100؟ ففعلا هو كان سعره حلو قوي. ففي فعلا بيبقى في الوكاله لقط، وفي اي سوق مش شرط بس الوكاله. يعني هو النهارده هنا معاه ب 280، اعتقد ان هو عايز ياخد في ال 200 جنيه يعني. المهم عشان ما لخبطكوش في الكلام، الفرشه اللي جايه دي بتبيع ب10، ودي زي اي فرشه سواء هنا او في الكابلات بيبيعوا الاندر ويرز كلها ب10 جنيه، بس يمكن في الكابلات بيكون الفرش اوسع شويه، الاختيارات عليه اكتر، الخامات اكتر، في حاجات عرايس اكتر. تمام، دول معظمهم خامه واحده. في براهات سوفت كتير برضو، كله ب10 جنيه، بس زي ما قلت لكم الفرشة اللي في الكابلات اللي كنت بصور لكم عليها ب10 جنيه. عايزين برضو نبقى نروح مرة كده هناك يعني، ما ننساهوش قوي لانه فعلا سوق مهم وكبير، خاصة ان هو في جزء كبير جدا منه زي سوق الحد في الوكالة كده، هو بيجمع بين السوق ده وسوق الوكالة، في ان هو في بالة كتير، وكمان ان هو في خارج الفنادق بقى والحاجات اللي احنا بنشوفها في سوق الحد دي موجودة هناك في الشارع الرئيسي. ناهيكم بقى عن اكسسوارات الكهرباء والسباكة والحاجات دي والاجهزة الكهربائية المستعملة والفرز التاني اللي موجودة هناك في الشارع الرئيسي. فعشان كده ان شاء الله نحاول نعمل فيه جولة الاسبوع اللي جاي. عندنا هنا بعد كده الاسمهم ايه قولولي، البندانات الثلاثة ب10، والتوج دي بقى من اول 2 جنيه و5 جنيه، يعني عنده سعرين 2 و5. الشنط دي كلها ب 100 جنيه، والجزء التاني ب 75، الكبيرة دي كلها ب 100. تمام، عنده شنطة عجبتني قوي، عجبني جلدها، يعني مختلفة عن كل الشنط اللي معاه تقريبا، الجلد بتاعها مهما يحصل ما يحصلوش اي حاجة. عايز اقول لكم بصوا، يمكن باين حتى في التصوير، جلد قوي جدا اللي هو المتين قوي ده، وهي بصراحة حلوة شكلها عجبني. يعني طبعا الحاجات دي أذواق، بس هي فعلا عجبتني، وكان عنده منها كذا قطعة كبيرة، لو انتي مثلا خارجة معاكي حاجات كتير. جلدها تحفة، مش زي التانيين خالص خالص خالص. التانيين الصغنطوتين يعني ب75 جنيه. تمام، عندنا برضو فرشة الشراويل دي، عنده الشروال اللي هو الووتر بروف من 160، تقدر تنزليه انتي شوية، يعني هو بيقول 160 بس بيفصله جامد جدا. القطن الخفيف اللي هو الميلتون يعني الخفيف الصيفي عنده ب110، وبيبدأ معاكي من 130. الطرحة دي ب15 جنيه، اي طرحة ماشي. هنقابل هنا برضو في الحتة دي كده بيجامات اطفال قطيفة، عايزة اقول لكم ب30 جنيه، قطعة لو واحدة لوحدها، يعني لو انتي هتاخدي قطعة لوحدها ب15، هتاخدي بجامة تركبيها او هو رابطها في بعضها ب30. دي كان فرش اي حاجة ب2 جنيه، كلها حاجات اكسسوارات وجرابات موبايل، بس ما عرفتش اقتحمها، معرفش ابص عليها خالص. في كمان دول معاه الطقم الكالسون ب85 اللي هي المقاسات العادية، لكن البيج سايز كان ب110، يعني اللي هو مثلا ميديوم لارج اكس لارج ب85، لكن نيجي بقى للدبل اكس والتلاتة والكلام ده بيكون ب110. دي فرشة الشوزات اللي صورتها لكم المرة اللي فاتت، قلت لكم ان هي معاها حاجات نظيفة. كان عامل كومة كده عليها هاف بوتات حلوة وسعرها حلوة، هوريها لكم. ده الاول ب150 جنيه، بصراحة تحفة، لان النعل بتاعه طبي طري جدا فلطيف ماشي، ب150. كان عنده طبعا حاجات لطيفة كتير، وجزم رجالي وحرمي واطفالي، بصراحة الفرش بتاعه متوسع جدا وحلو قوي، هتلاقوه على ايدكم اليمين في ظهره على طول، هتلاقوا سور الموقف. تمام، وده الكومة بتاعة الهاف بوتات اللي ب125 جنيه، سايبه لكم برضو مقطع منه بصوته بره ماشي، سعرهم حلو قوي على فكرة. هوريكم برضو منهم كم حاجة عشان تبقوا انتوا واخدين بالكم يعني وعارفين ماشي، اهو
تشكيلة يعني مختلفة، يمكن تلاقوا فيها حاجة تعجبكم. الهافوتات مالية السوق بسعر مختلف، في من اول 135، لا 125، في 135، في 200 و250 و190 و180، على حسب طبعا الخامات والموديلات الجديدة. اللون الاسود بيكون اغلى سعر، ده على حسب ما شفت. يعني المفروض ان هم كلهم بيبقوا حاجة واحدة، الا ان الفرشة اللي قدامه على طول اللي احنا كنا متعودين نشوفها بيبيع الاسود بسعر مختلف. دول ب120، تمام، لطاف بصراحة. فيهم شوية حاجات اطفال، خامات مستوردة، حاجة كده تحفة. بصوا ده بينور، في منه اسود كمان برضو بينور، تمام. وفي دول بقى اللي هما بتوع الاطفال، حاجات كده ماتيريال تحفة بصراحة، صغنطوتين كده وقمر خالص. فهو معاه زي ما قلت لكم كده اطفالي حريمي رجالي، كل الموديلات كل المقاسات كل الاذواق موجودة عنده. اسعاره الى حد ما كويسة بالنسبة للمحلات طبعا، وزي ما قلت لكم كده الحاجات اللي عنده كلها تصفيات محلات، ما عندوش حاجة شعبي. بعد كده الفرشة دي بتبيع ب65 جنيه، اي حاجة عليها سويتشيرتات اطفال يعني. بحاول اوريكم من عليها حاجة على قد ما بقدر، بس هو عنده شوية سويتشيرتات كويسة، وفي منها مبطن فرو وفي لا على حسب. تعالوا بقى على فرشة البوتات اللي بقول لكم عليها، اسعاره مختلفة للبوت بس حلوة، عنده شوية شغل محترم برضو. حوريكم منهم كام حاجة، وزي ما قلت لكم الاسعار عنده من 160 لحد 225. بصوا دي جلد يا جماعة، انا اعتقد ان هي جلد بصراحة. بصوا شكلها عامل ازاي. في بقى كذا حاجة بقى، يعني في كذا موديل، في طويل في قصير، في بوتات طويلة لحد الركبة برضو موجودة عنده بكميات كبيرة ورا، فزي ما تحبوا يعني. زي ما قلت لكم الاسعار عنده التدرج من 160 لحد 225 جنيه كل موديل بسعره، ماشي. انا سألت طبعا على كم واحد، بس زي ما قلت لكم اسعاره في الرينج ده، عشان بس هو كان بيبيع وبيشتري وكده، فمش كل 5 ثواني هقول له ده بكام وده بكام، الا اني سألت على حاجات معينة. بس زي ما قلت لكم هو ده الليفل بتاع الاسعار او رينج الاسعار. عنده بصراحة تشكيلة حلوة جدا، في خامات عنده عالية قوي قوي وموديلات تحفة، وهتلاقوها هنا بنص تمن المحلات حرفيا، ففعلا هتعجبكم ان شاء الله. في كمان عنده كوتشيات ورا برضو هروح اصورها لكم، سعرها حلو قوي ب110، سايبه لكم برضو مقطع منهم كده بصوته بره. الحاجات اللي بكعب كمان بيكون سعرها مختلف، يعني الفلايت غير اللي ليها كعب شويه، اللي ليها كعب شويه بتكون اغلى، ده على حسب ما هو بيقول يعني للناس. حد مثلا بيفصل يقول له ده بكعب، لا ده اسود، يعني كانت بتساله البيج ده بكام، قال لها ب180، لو اسود هدولك ب220. فعشان كده بقول لكم اللي بسمعه، يعني اللي انا بشوفه في السوق باخده خبرة بقوله لكم عشان يبقى عندكم خلفية لما تنزلوا السوق. ده عجبني برضو، حلو جدا شكلا وموضوعا، عجبني بصراحة. ما حبش موضوع الاسود في ابيض ده خالص، مش عارفة ليه، بحسه تاكس شوية بس فعلا مش لطيف يعني يعني لو اسود بس ماشي، او ابيض بس ماشي، اللونين دول مع بعض بالذات في جزمة جلد لا. فاكرين جزمة الحرامية زمان في الافلام الابيض واسود كانت بتبقى ابيض واسود. انا قلت لكم تقريبا رينج الاسعار، تمام. بصوا ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، انه لما يكون بكعب غير لما يكون فلات بيبقى السعر مختلف شويه. هاخدكم اوريكم برضو الشوزات اللي وراه، عنده تشكيله حلوه قوي سعرهم حلو. فعشان كده بقى ايه، هنلف اللفه كده عشان اوريكم الموديلات اللي موجوده ورا. في كام موديل عجبوني قوي، ده حلو، في ده برضو زي ما قلت لكم ب110. معرفش اذا كان كل واحد بسعر او لا، بس هما تقريبا كلهم يعني خامة واحدة، فاعتقد ان كلهم سعر واحد، كلهم خامة واحدة، بيختلفوا فقط في التشكيلة اللي موجودة في الجلد الابيض، يعني دي ذهبي دي بيج دي اسود بس، لكن هما كلهم ماتيريال واحد بيباعهم ب110. حتى الاسودات منهم بصوا كلهم حاجة واحدة، فكلهم اوريدي سعر واحد. عنده كمان البوتات القطيفة على فكرة، اللي هي الطرية دي اللي هي سهلة في اللبس زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، فده موجود وده موجود، وبصراحة معاه تشكيلة كبيرة جدا، وهو في بداية السوق يعني ما يتوهش خالص. زي ما انتوا شفتوا كده لو جيتوا معايا من بداية الفيديو هتعرفوا مكانه بكل سهولة، تمام.
هنسيبه بقى ونروح للراجل بتاع الشنط عم ابو احمد اللي جنبه ده. تمام، ده على فرش الشنط كبيره ما شاء الله، الشنطه دي ب 140 جنيه الا اني الى الان مش فاهمه هي بتاعت ايه، بس يعني تقدروا تعتبروها كده هاند باج تحط فيها شويه حاجات للنادي مش عارف ايه. ما اعتقدش ان هي يكون ليها استخدام تاني غير كده، يعني شنطه عاديه مش شنطه حفظ طعام يعني، لاني مسكتها المره دي بايدي شنطه عاديه خالص. هي يمكن تقيله بس شويه عن اي شنطه بس تمام. بعد كده معاه الشنط الظهر واللي انتوا شايفينها الزهري دي، في منها اسود وجراي وجملي، اكتر شنطه عليها اقبال على الفرش، بيبيعها ب 130 جنيه، خامتها حلوه جدا. بصوا السودا برضو منها حلو جدا ب 130، خامتها حلوه قوي. عنده زي ما قلت لكم كده اسعار متفاوته ما بين 75 85 120 130، فدي الاسعار اللي موجوده عنده. عامل كومه كده تصفيه بره هوريها لكم، بس مش عارفه سعرها بصراحه لانه حاططها بعيد عنه، يعني هو حاططها اصلا بعيد خالص معرفش ليه. هوريها لكم برضو بس من غير سعر. هي دي معرفش بقى هي دي اللي بينادي عليها ب 75، انتوا عارفين ان هم بينادوا على اقل سعر عشان يجذبوا بيه الناس يعني، ففي الغالب ممكن تكون هي دي اللي ب 75. هي مش ديفوهات ولا اي حاجه، هي بس محطوطه لوحدها كده. الكنبايه القمر اللي انتوا شايفينها دي على فكره خامتها تحفه ب 75 جنيه. طيب هي معاها اطقم كامله سواء ركن او انتري، معاها كنبتين وكرسيين و 6 مناديل ب 230 جنيه. لكن الركنه هي مش محتاجه فقاقه، الركنه انت بتاخدي لها قطع المستطيله دي على حسب طول الركن عندك، يعني انت مثلا عايزه 3 كنبات 4 كنبات، الركنه مش بيبقى فيها مقاسات كراسي، الركنه انت بتشتريها بالقطع كده، المهم ان كلهم يبقوا لون واحد. يعني مثلا عندك الركنه بتاعتك 5 متر 6 متر، بتجيبي مثلا الكنبايه لو متر ونص فهتجيبي 4، يبقى الركنه بتاعتك تمام 6 متر، وتمنهم الاربعه ب 150 الاثنين يبقى 300 جنيه وهكذا بقى، فملهاش سعر محدد. لكن الانتري معروف محدود. الطبق اللي كان في ايدي كان ب 25 جنيه، وبرده تقريبا سايبه لكم يعني ايه المقطع ده بره. السكاكين بتاعته ب 10 جنيه، عنده شويه سكاكين بصراحه حلوه، يعني مش كل السكاكين ب 10 خلي بالكم، ده الصغيرين، لكن الكبار لا، الكبار ب 20 و 25، في ب 15 على حسب اللي ليها كفر، دي ب 10 جنيه ماشي. وفي معاه سكاكين كده مشرشره حاساها مختلفه كده، هوريها لكم برده. دي ما اعرفش هوريها لكم دلوقتي ولا كمان شويه، بس هو قال لي عليها مستورده يا اختي، مش فاكره منين والله مش فاكره، قال لي كلمه بلد غريبه كده ما اعرفش، ما لقوش غير البلد دي استوردوا منها السكاكين، مش فاكره، مش عارفه اللي بنجلاديش ولا والله ما فاكره. هو قال بس انا والله ارجع اصل الفيديو يمكن اسمع كده، طلعت ظلمته يا ولاد، طلعت من البرازيل عادي مش من بنجلاديش، قال لي دي برازيلي. انا بقول له يعني انها صغيره ب 10 جنيه، هات الاثنين ب 15 مثلا يعني، فقال لي لا ما هي صغيره بس من البرازيل، انتوا فاهمين، فهو قال لي كده. فانا مش عارفه ليه ساعتها جه في بالي ان البرازيل بالنسبة للسكاكين يعني بلد غريبة، يعني ليه تجيبوا السكاكين من البرازيل يعني، ومش كانوا معاه كمية يعني، مثلا مش هنقول ان دي حاجة زي بتاعة الوكالة كده اللي هي جاية من بره ومستعملة وبالة، لا عنده الكمية عنده وجداد كلهم، فمش عارفة. بصوا انا اي حاجة يا جماعة بتيجي في بالي بقولها، يعني اي كلمة بتخطر في بالي وانا بسجل لكم الفيديو بقولها لكم، الحاجة اللي حصلت في السوق حوار حصل بحكيه لكم، مش عارفة ليه ادينا بندردش يعني مع بعض. ومن ناحية تانية ان انتوا تحسوا ان انتوا فعلا كأنكم نزلتوا السوق وسمعتوا قابلتوا البياعين وهكذا. يعني الفرشة دي عليها رفايع كويسة، المعالق ب10، في رفايع كتير جدا عليها ب10 جنيه. وبالمناسبة في برضو طقم صواني هنا، انا هنا كنت بحاول اجيبه، ده يعني انا هما تستعملوش كصواني، يعني تقريبا بتحط في النيش كديكور لانها مسطحة جدا، وده غير انها عاملة زي الازاز كده او الجرانيت الاسود. المهم ان هما 3 صواني مع بعض، هما كانوا بعيد عليا معرفش اصور لكم غير الصغيرة خالص ب 200 جنيه تمام. اهو الوك دي قال عليها ب 250، انا هنا كنت باخدها منه عشان احطها مكانها تاني، فزي ما قلت لكم يعني الاسعار هناك متفاوته وفيها فصال جامد جدا. هوريكم ايه حاجات كتير. بصوا هنا الفرشه دي ب 75 جنيه، سعرها كويسه
دي اللي هي الكوتشيه الشراب سواء اللي برباط او الساده، بيبيعوا ب75 جنيه، فمعاه تشكيله برضو حلوه قلت اوريها لكم. وحواريكم حاجات تانية كتير، السوق بصراحة بيبقى دسم جدا ومليان حاجات، وبنزله الصبح بدري برجع بعد الظهر. عايزة اقول لكم كل ده لف لف عشان اقدر اصور لكم اكبر قدر في السوق، واجيب لكم اماكن حلوة. واللي ما شافش الفيديو بتاع القماش في شارع القماش في سوق الخميس يروح يشوفه، عشان هيبقى فايته كتير جدا. في امطار، في قماش المتر بتاعه ب10 جنيه، تعملي منه بيضات للانتريه واكياس مخدات وخداديات كل اللي انت عايزاه. في متر الستاره ب15 جنيه، مش دفوهات، دي امطار من اتواب يا جماعه، يعني ولا فضلات اللي هي البواقي بتاعه الاتواب ولا اي حاجه، عشان تبقوا انتوا عارفين. في قماش بالكيلو، في قماش فرو، في قماش بتاع الدفايات برضو بالمتر، في فايبر بالكيلو، في كل حاجة في الشارع ده. كنز كنز للناس اللي عايزة تجيب قماش، سواء تنجيد تفصيل اي حاجة هتلاقوها في الفيديو ده ان شاء الله. ممكن احط لكم اللينك بتاعه هنا في اول تعليق. الجلاليب دي ب150 جنيه، اللي هي فيها حلقات دي. الجلاليب دي تلبيس 75 كيلو، عشان برضو يبقى انتوا عندكم خلفية ماشي. في منهم الالوان اللي معايا اللي انتوا شايفينها دي زي ما قلت لكم كده حلوين، ب150 جنيه، سعرهم حلو برضو مش غالين خالص وتقال ما شاء الله. بعد كده هاخدكم ونروح على فرشه الشنط اللي جايه دي. الراجل ده كان معاه شنط حلو قوي، بس ما عرفتش اساله على اي حاجه. كان في واحده ست واخده 3 شنط، فضلوا ينهدوا في بعض وانا واقفه ما عرفتش. بس المهم ان انا عرفت اسعار الشنط اللي كانت واخداها، يعني هو كان عايز يبيع لها ب150 وهي كانت عايزه تاخد ب120، فالحوار كان على كده. هي كان معاها 3 شنط تمام، بس كانوا حلوين قوي، فهي هيحطهم دلوقتي فهوريهم لكم وبعد كده هنمشي. المهم انتوا عرفتوا رينج الاسعار، بصراحه الشنط اللي كانت واخداها حلوه يعني تمام. 120 لا هو بيقول 150 وهي بتقول 120، اهم هم دول تمام 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 تمام. هنرجع بعد كده واخدكم نروح نشوف الفروشات اللي بعد كده. كل ده يا جماعه احنا لسه بنسخن، الجوله دي جوله تسخينيه، يعني لسه في حاجات كتير جدا موجوده في السوق، فروشات كتير مختلفه. هتلاقي حافظات سجاد وطرح وهدوم وكاجوال وشنط وحاجات كتير قوي قوي. ده الراجل بتاع البنيهات والبندانات اللي بيبيع 3 ب10، وهنا معرفش انا عدلت الكاميرا اهو، حلوين جدا. عايز اقول لكم بصراحة تحف. ليه بقى؟ دي مثلا في البيت مش للخروج يعني، او معرفش في ناس بتلبسها برا ولا لا الصراحة، بس يعني مثلا في البيت كده بدل ما انت تبقي ودانك سقعانة او حط حاجة على دماغك. انا من الناس اللي محبش في الشتاء دماغي تبقى مكشوفة، بصدع. فخدت منهم 2 اجربهم، عجبوني او ما حسيتش ان هم ضايقين ولا مخانقني ولا اي حاجة. فلطف قوي ان انت مثلا تاخديهم كده للبيت تلبسيهم في الشتا ده، حلوين قوي وببلاش. لا ببلاش ايه، ده اقل من ابو بلاش كمان. يعني لما تاخدي 3 ب10 جنيه دي حاجه اختراع. في كمان معاه بندانات هوريها لكم برده. هو ما شاء الله يعني معاه كذا فرشه جنب بعض زي ما انتم شايفين اهو. دي بندانات ب3 ب10 جنيه، فاسعارهم حلوه قوي. ممكن بقى تشكلي يعني، مثلا خدت بنيهين وبندانه وديته ال10 جنيه، تاخدي بندانتين وبنيه اللي يعجبكم، تاخدوا ال3 بنيه او ال3 بندانه، يعني دو از يو لايك، زي ما انتوا عاوزين هاتوا. بس فعلا البنيات عجبتني، فقلت اقول لكم تجربتي الشخصيه عنهم، يعني بما انهم كنت جايباهم تجربه، فلا لما انزل تاني هجيب بقى الوان تانيه كتير، عشان تبقي لابسه كده البيجامه بالبنيه بتاعها لونها، فاهمين؟ البيجامه السوداء، البنيه اسود، البيجامه الزيتي، البنيه زيتي، وهكذا. انا حاسه ان انا بخرف، فما تاخدوش تاخدوش على كلامي نهائي. انا لسه صاحيه وما فوقتش، ما فوقتش خالص. كان المفروض اشرب اي حاجه تفواني قبل ما منتج الفيديو. الوردات دي دبابيس ماشي، الواحد بجنيه والعشرة ب5 جنيه. يعني لو هتاخدي 10 مش هتاخديهم ب10 جنيه، لا هتاخديهم ب5 جنيه، بس لو خدتي واحد بس هيبقى بجنيه. تمام كده تمام. بعد كده الفرشه اللي انتوا هتشوفوها دي فرشه سويتشيرتات، بيبيع ب120 جنيه، مع الوان حلوه قوي كلهم، اكبر مقاس فيهم يعني تقريبا مثلا 9 سنين اكبر مقاس. وهو هيفرده ويوريه لنا برضو اكبر مقاس، او يوريه يعني للناس اللي واقفه معاه، عشان خاطر تبقوا انتوا عارفين. الوانهم حلوه، خاماتهم كويسه جدا. السعر 120 جنيه، ممكن تلاقوا حاجات قدام ارخص وممكن تلاقوا حاجات اغلى على حسب السوق، ملوش
سعر ثابت، بس هما حلوين وسعرهم حلو قوي. تمام، والوانهم جميله. بصوا هو هيفتح اللافندر ده دلوقتي هتشوفوه معانا، عشان حد يعني كان عايز مقاس كبير فكان ده اكبر مقاس عنده، عشان تبقوا انتوا برضو عندكم خلفيه. يعني انتوا هتشوفوا بقى المقاسات معاه، وانا قلت لكم السعر 120 جنيه، اهو ده المقاس بتاعه. وبكده حلوين الجوله بتاعتنا تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. استنوا الاجزاء اللي جايه، في حاجات حلوه كتير هتعجبكم، مصوره لكم السوق كله تقريبا. وزي ما قلت لكم اللي عايز سوق القماش يشوف الفيديو اللي هسيبه لكم في اول تعليق، لانه فعلا فيديو حلو جدا للناس اللي بتدور على قماش. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. ما تنسوش اللايك يا امارات. مع السلامة.